بحط بركز على دول. ده في بعض الاحداث اللي كانت في اسيوط زمان، احداث الارهاب، تقرا اعترافات الارهاب يقول لك ادوني 10 جنيه اول حاجه عملها نزل اشترك سندوتش كبده من العربيه، متعه حياته قبل ما يموت. يا نهار ابيض، ده يعني حلمه. حلمه سندوتش طبعا كبده، يعني مفهوم طبعا، مفهوم فيعني كبده اكل فئه. فهنا برضو لازم منعمة. يعني يتحط عينين الدوله على الفئات دي، توفير فرص عمل. الانسان صح. اللي بيعمل هيدافع عن وطنه، يدافع له مصلحه. صح. اللي بيعمل وله بيت هيبقى اكثر قدره، اللي بيعمل وعنده بيت واسره واولاد مستعد يستشهد في سبيل وطنه. ما فيش فايده لان عنده ما يدافع صحيح. عنده اسره، لان فعلا اللي بييأس هو اللي ما عندوش حاجه يخاف عليها. لو جردت انا الشباب من كل ده، يا اما بقى نوعين، يا اما ينخرطوا في الطريق الى الروضه، ده مسجد الروضه، يا اما القهاوي بقى وقعد طول الليل صح. شيشه يعني تعرف وبانجو. حضرتك مره انا اتكلمت مع حد من الاخوان الفلسطينيين اللي كانوا في جماعه الفتح والجهاد وكذا وقت انتفاضه الحجاره والعمليات الاستشهاديه، فلما كنت بكلمه بقول له يعني فكره الاستشهاد ان انت تقرر ان حياتك تنتهي من اجل وطنك او بتاع، قال لي احنا اللي وصلنا لكده اليأس. لما اسرائيل بقت تستبيح اعراضنا وتستبيح بيوتنا وخلصت فرص العمل عندنا وبقت حياتنا جوه غزه وجوه الاراضي الفلسطينيه مش حياه، خلاص هم اللي اوصلوني ان انا اروح افجر نفسي فيهم لان انا ما عنديش حاجه ابكي عليها ولا اخاف عليها. ففكره ان انت توصل انسان لليأس فكره صعبه، صعبه، وبالذات الشباب في سن الشباب. يعني هو عايز يلبس قميص كويس، عايز يقعد على القهوه، عايز يقعد مع اصحابه، عايز البنت اللي بيقابلها يعني يقدر يجيب لها كوبايه، فانت اما تحرمه من كل ده طب في الاخر هتوديه فين؟ يعني في الاخر فهنا صحيح. ده اللي احنا بنتكلم عليه، ان مشروع نهضه بقى مشروع نهضه يحتوي كل العناصر دي، يوفر فرص عمل الناس، مشروع نهضه تتكاتف في جهود، تتكاتف جهود الدوله مع رجال الاعمال لخلق بيئه مناسبه للناس دي تشتغل. مظبوط. ما هو دول يعني مصر 60% من قوتها شباب تحت ال 40 او حاجه، 60% كل البلد شباب. طب دول انت واخدهم هتروح بيهم على فين؟ اللي بيحصل في البلد دلوقتي في مشروع نهضه، في مشروع نهضه بيتعمل، بس الجماعات الارهابيه متنبهه، انت كل ما بتعمل حاجه بيروحوا يكسرك طبعا في حاجه، مش هيسمح هو لك خايف انك تقف على رجليك، هو خايف تقف على رجليك، لان انت بتقف على رجليك بتسحب السجاده من تحت رجليه. تمام. كل طوبه بتتبني ده عباره عن حجر في راسه.